بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده من ايام رمضان، يا رب الحلقه تعجبكم. عاملين وصفات خطيره جدا وسهله جدا. بصوا، هنعمل اول حاجه الكبده المشويه. تتبيله الكبده مكونات بسيطه خالص وهنشويها، ومعانا النهارده شوايه ظريفه جدا وتحفه، هنجربها سوا مع بعض من لافا، وهنعمل احلى كبده على الفطار، سريعه كده وسهله خطيره. والوصفه الثانيه معانا تارت البلح، هنستخدم فيه سمنه الهانم. تارت سهل وسريع وخطير، ان شاء الله يعجبكم. هنقول مقادير اول وصفه الكبده المشويه. معايا كيلو من الكبده البقري اللي متقطعه شرايح، مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، متوسطه. اهم حاجه وانت بتجيبي الكبده طبعا شكلها واضح انها مش مهريه ولا لونها متغير، لونها ما يبقاش غامق قوي، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بيبقى على الكبده كده في غلاف شفاف، الجزار هو بقى محترف كده بالسكينه الحاميه بتاعته، يقوم شايله بالراحه ويبتدي يقطع الكبده. فضروري تنبهيه للموضوع ده علشان الغلاف دوت بيخلي الكبده تتقوس كده واحنا بنعملها على النار وتبقى مش حلو، فدي كده معلومه لازم تخلي بالك منها وانت بتجيبي الكبده، تمام؟ دي اول حاجه. معانا بقى التتبيله، تتبيله بسيطه جدا وبتطلع الكبده رهيبه تحفه. عباره عن ايه؟ كوبايه ميه بصل. ميه البصل قلنا قبل كده ان احنا بنجيب بصلايه كبيره حلوه كده، بنبشرها بالمبشره ونركنها في طبق كده عليه رشه ملح دقيقتين ثلاثه، هنلاقي البصل نزل ميه كتير جدا. نعصر التفل كويس قوي وناخد الميه بتاعته دي نستخدمها في الكبده، تمام؟ انا معايا كيلو كبده، فهتاخد الكيلو ده هياخد كوبايه ميه بصل، ممكن اقل شويه يعني، تمام؟ معايا اربع فصوص من الثوم المفروم، معايا معلقتين كبار من الخل الابيض، معايا عصير ليمونتين كبار يعني معلقتين كبار من عصير الليمون، معلقه صغيره من الملح طبعا والفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من البابريكا، وتقريبا كده ايه هنقول 3 4 معالق كبار من الزيت. كل ده في التتبيله، تمام؟ تتبيله سهله جدا وعظيمه للكبده. الكبده انسجتها حساسه قوي، مش هننقعها كتير في التتبيله، يعني ربع ساعه كفايه، ونقوم على طول شوينها. فظيعه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتبقى قبل الفطار كده تعمليها وهي لسه سخنه، وتشغلي لها فحمه بقى، يا نهار ابيض. هنحط ميه البصل وعصير الليمون. اذا اجيب الاسباتيولا الصغيره فين؟ ايوه اهي. نجيب كمان الملح والفلفل ونحط ملح، فلفل اسود، ومعانا بقى الثوم، ومعانا الكمون، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، الكزبره الناشفه، وبابريكا. عايزه تحطي رشه شطه كده، حاجه يعني خفيفه، مفيش مشكله. وبنحط كمان مع التتبيله زيت، نجيب بقى زيت وخل طبعا، زي ما قلنا معلقتين كبار من الخل الابيض بس كده. كده هي دي بس كده يا جماعه التتبيله، خطيره خطيره. وادي اهو الكبده، بصوا شريحه الكبده، الغلاف بصوا ده سمكها، مش عايزاها تبقى رفيعه عن كده، بصوا ده السمك بتاعها، ايوه كده، عشان تبقى حلوه. والغلاف الشفاف ده بقى متشال، والجزار هو اللي بيعرف ايه يشيله، بدل ما تجيبيها في البيت وتلاقي نفسك محتاسه عايزه تشيلي الغلاف ده مش عارفه تشيليه ازاي، تمام؟ كده اهو، كده اهو، ونسيبها في التتبيله زي ما اتفقنا. انت بتتكلمي في ربع ساعه قبل ما ايه الجريل اللي على النار كده ايه تسخن وتبقى تمام، علشان نشوي على طول فيها الكبده. بس كده انا هشويها بقى معاكم على طول. قلت لكم احنا معانا النهارده جريل براند لافا، حلوه جدا، جرانيت كوري، تمام؟
وبيبيعوا الحاجات بتاعتهم على البيج بتاعتهم على الفيسبوك لافا ايجيبت، هتلاقوها على الفيسبوك وعلى الانستجرام، توصل لكم لحد البيت منتجات كوري متصنعه، يعني من صناعه كوري ومتقفله في مصر وما بتلزقش بقى وبتاع، وظريفه ومش بتتجرح والحراره بتاعتها يعني بصراحه خطيره. الكبده اللي احنا متبلينها دي مش هنحتاج نحط زيت بقى في الجريل، لان احنا حاطين في التتبيله زيت، تمام؟ وهنحطها في الجريل دلوقتي حالا. ايوه الكبده دي برضو اهو كنا حاطينها في التتبيله قبل ما نطلع على طول كده اهو، بسم الله كده اهو. الله الله على الريحه كده اهو. تاخد واحده كمان اهو كده. فظيعه فظيعه فظيعه. خدها كده ايوه. بصوا ما بتلزقش ازاي، لا الجريل دي يا جماعه تحفه تحفه بجد. بصوا وسهله التنظيف كمان بسفنجه كده على طول تقدري تنضفيها، وتوزيع الحراره بتاعتها على فكره حلو جدا. يعني بصوا انا حطيت على الاطراف وكله اخد نفس الشرط. وانا كمان بحب قوي الجريل لما بتبقى الشرط بتاعتها عاليه مش رفيعه الواحد ما يبقاش حاسس بيها، لا عاليه، فتعمل منظر حلو بقى لو هنشوي اي حاجه كبده او ستيك لحمه مش عارفه ايه، تبقى خطيره. زي ما قلت لكم تقدروا تجيبوها تطلبوها من على البيج بتاعتهم على الفيسبوك، وحلل بقى وحاجات، وهنستخدم الحاجات دلوقتي مع بعض كلنا بقى، كل يوم هستخدمه. البيج بتاعتهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام لافا ايجيبت. ايوه بصوا ما احتاجناش نحط كمان زيت زي ما اتفقنا في الجريل. عايزه احضر بقى طبق فيه شويه بقدونس كده حلوين علشان ايه نطلع عليه الكبده. خلي بالكوا يا جماعه الكبده لازم نسويها تسويه صح. تسويه صح ازاي؟ ما تاخدش وقت كبير على النار عشان ما تنشفش، تمام؟ انتوا هتلاقوها بتعرق من الناحيتين، اول ما العرق ده خلاص يروح الميه اللي بتطفو على الكبده دي بيبقى لونها وردي كده لونها بينك، خلاص بتبقى الكبده كده ايه اتشوت وتمام، عشان تبقى طريه كده وطعمه ولذيذه. بس كده شكرا يا كبده. حطها بقى فوق البقدونس على طول. يا سلام هي كده استوت ما خدتش ابدا اي وقت، هايله. نرجع نحط كمان تاني كبده في الجريل، وبرده زي ما اتفقنا مش هندهن الجريل ابدا زيت ولا حاجه، التتبيله بتاعت الكبده فيها زيت، ده يبقى كفايه بس كده. تمام خلوا بالكم بقى طبعا الحاجات الجرانيت اللي زي لافا اللي معانا دي ما ينفعش نستخدم فيها بقى حاجه معدن، لازم يبقى حاجه كده ايه خشب ممكن او زي اللي معايا سيليكون عشان ما تتجرحش. والظريف بقى انها حتى لو اتجرحت هي مش يعني مش هتبقى بمواد ضاره على الصحه خالص، فخلوا بالكم برده ما تجرحوهاش، خليها تعيش معانا مده اطول. دايما الواحد هو بيستخدم الحاجه كده ايه يتبع التعليمات بتاعتها ويحافظ عليها تعيش معاه كتير. تمام اهو الكبده هتلاقوها بتعرق بتطلع ميه كده لونها بينك، اول ما بحس انها اختفت بتتقلب الناحيه الثانيه برده تطلع ميه بينك برده وتختفي تماما، ونشيلها على البقدونس على طول. يا سلام لا بقى لو ايه ولعنا لها فحمه تبقى ظريفه. بس كده تمام، هو الفاصل خلاص جه، انا خلاص دقيقه بس واشيل الكبده دي ونطلع فاصل على طول، وانا هشوي بقيه الايه الكبده في الفاصل.
ايوه هو كده اللون ده جميل وكده بصوا بقى بتبقى ايه الكبده، بصوا طريه ازاي يا جماعه، مش ناشفه، مش تستني عليها لغايه لما تبقى يعني بشعه ما تتاكلش، لكن بصوا هي كده ايه الكبده مستويه وكمان طريه، فاهمين قصدي يا جماعه؟ هو كده تمام قوي. شكرا يا كبده. ناس انا بقى هكمل شوي بقيه الكميه عشان نقدمها في الطبق مع بعض دلوقتي، ونروح فاصل ونرجع بقى نعمل طارت كنافه بالبلح بسمنه الهانم، خطير، خليكم معانا. انا جيت الكبده خلاص فظيعه وخطيره، ممكن بس ايه تشغلي لها فحمه كده هتبقى بطعم الفحم خطيره، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. دلوقتي هنعمل بقى وصفه تارت البلح بالكنافه، حلو قوي كنافه وبلح وصوص كراميل خطيره، وهنستخدم فيها سمنه الهانم، هنحمر الكنافه. انا معايا كنافه هنقول مثلا حسب حجم التارت، لو التارت بتاعتك صغيره خدي كميه كنافه مش كبيره، هنعمل ديسك يعني من الكنافه في صينيه التارت، ما يبقاش ايه الديسك رقيق قوي ولا تخين قوي، فكميه الكنافه معتمده على حجم صينيه التارت اللي عندك. انا مثلا دلوقتي هحتاج تقريبا كوبايه ونص من الكنافه مفرفطه، هحتاج لها تقريبا نص كوبايه من السمنه او اقل شويه علشان اديها لون حلو كده على النار دلوقتي. وبعدين محضره كريم شانتيه، ومعايا كمان بلح او ممكن تمر او بلح رطب او عجوه حتى، يعني مفيش مشكله، هيبقى طعمه لطيف جدا مع الكنافه. معايا كمان صوص كراميل، وممكن كمان نسقي الكنافه بالشربات، احنا كده كده طول رمضان بنبقى عاملين كميه شربات كده حاطينها في الثلاجه، فهنسحب منها كده كام معلقه نحطهم على الكنافه وبس خلاص. انا هقول لكم بقى ايه التكنيك بتاعها ازاي، وهستخدم حله براند لافا اللي معانا دي، حله ظريفه جدا جرانيت خطيره كوري زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل. عايزه بقى ايه اول حاجه نجيب معلقه كده، مش معلقه بقى، احنا قلنا نص كوبايه من سمنه الهانم، عايزين نص كوبايه يعني بالمعلقه دي تقريبا معلقتين ونص، معلقتين كبار ونص من سمنه الهانم علشان نحمر الكنافه كده، معلقه كمان كده اهو زي ما قلت لكم، كميه السمنه معتمده على كميه الكنافه اللي هي اصلا معتمده على حجم الصينيه تمام. بس في جميع الاحوال عايزه اقول لكم ان حتى لو اتبقى معاكي كنافه متحمره زياده تقدري تحطيها في علبه او في كيس في الفريزر، يعني حمري كميه كنافه كده وشيليها وقت ما تحبي تعملي اي وصفه فيها كنافه محمره، حاجه كده سريعه في الانجاز هتبقى ظريفه معاكي قوي. عايزه بس كده السمنه تسيح ونبتدي بقى نحمر الكنافه. تمام، تقدروا يا جماعه تطلبوا الحلل الجرانيت لافا من على الفيسبوك او على الانستجرام، البيج بتاعتهم اسمها لافا ايجيبت. تمام، توصل لكم الحاجات لغايه البيت. ايوه كده السمنه، سمنه الهانم سخنت، اول ما السمنه تسخن على طول نبتدي نحط الكنافه المفرفطه عشان نديها لون حلو. بس كده عايزه اجيب المسكات بتاعت الحلل اللي ورا دي علشان امسك بيها الحل، نحمرها في سمنه الهانم كده اهو، هتاخد لون حلو على طول وتبقى تمام. تفضلي بقى تقلبيها كده، ما تسيبيهاش في السمنه كتير او من غير تقليب علشان ما تلاقيش حبه لونه وحبه لا، خلي ايدك فيها على طول كده وانت ايه متقلبيها كده اهو. بهذا الشكل الظريف
كده. في ناس طبعا بتاخد الكنافه كده برضو بعد ما بتحط لها السمنه وكل حاجه تفردها في صينيه وتدخلها الفرن. تقدري تعملي كده وعلى درجه حراره 180 وتقلبي كده الكنافه من وقت للتاني كده كل 3 4 دقائق علشان تاخد لون حلو. دي برضو طريقه اسهل من ان انت يعني تقعدي تقلبي، بس انا بيني وبينكم بحبها محمره كده في الحله افضل، يعني بحب قوي الاقيها كده، بحس انها وهي متحمره كده على النار من فوق انا متحكمه في لونها اكتر، معرفش طعمها بيبقى احلى غير الفرن. وزي ما انتوا عايزين بعمل الاسهل لك. هي ابتدت تاخد لون اهي لما فرفطها كده. ايوه، هو بقى ايه المفروض ان انت بعد ما بتديها لون وتحمريها وتاخد لون حلو تسيبيها تبرد، ما تستخدميهاش كده وهي سخنه. تمام، فانا ايه معايا طبعا كنافه بارده علشان اقدر ايه اشكلها زي ما هقول لكم دلوقتي. ايوه كده، ايوه بصوا تاخد لون ظريف جدا مع استمرار التقليب. بس كده اللون ده حلو قوي. انا هرفعها كده من على النار واسيبها بقى تهدى، او تشيليها على طول في طبق، طلعيها من الحله تشيليها في طبق تهدى وتبرد خالص عشان نبتدي ايه نكمل بقيه الوصفه. انا بقى معايا الكنافه اهي خلاص بارده وخطيره. هنجيب صينيه تارت اهو، صينيه التارت برده ضروري جدا ان احنا ندهنها بايه، بسمنه برده. نحط هنا كده معلقه من سمنه الهانم ولا حاجه، او حتى اقل كده عشان بس ايه استخدم منها وادهن التارت. صينيه التارت كده اهو، صينيه التارت دي يا جماعه اللي هي بتتفتح كده من تحت، بصوا دي اهي يا استاذه، علشان بس تسهل عليكي ان انت تطلعي على طول التارت يعني كده اهو. بس بعد ما دهنتها بالشكل الظريف ده معايا الكنافه المحمره، تدي بقى ايه نحطها هنا كده. بهذا الشكل الظريف، وتدوسي بقى عليها كده وتحاولي تخلي الطبقه يعني ما تبقاش ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي عشان تبقى ماسكه نفسها كده. وبنحط لها شربات الكنافه اللي هو بيبقى كوبايه ونص من السكر عليها كوبايه ونص من الميه على النار، يغلوا لمده 4-5 دقائق، فانيليا وعصير ليمون، وتغلي كمان 4 دقائق وبيبقى خلاص شربات الكنافه جاهز. فانا بعد ما رصيت الكنافه المحمره كده في التارت هحط ايه الشربات كده. بس كده، وعلى وضعها ده كده ادخلها الثلاجه. عايزه ادخلها الثلاجه 10 دقائق ونرجع نكمل فيها الحكايه كلها. انا معايا ديسك خلاص اتسقى شربات ودخل الثلاجه، هجيبه اوريه لكم برضو عشان بقى هو ده اللي انا ايه هبتدي احط فيه بقى الكريم شانتي والكراميل والبلح والكلام ده اهو. انا جبته هنا معايا اهو، عايزه اجيب الكريم شانتي من الثلاجه. فديسك الكنافه ده الكنافه المحمره دي اتسقى شربات خلاص تمام، واتحط في الثلاجه 10 دقائق. نبتدي بقى ايه نحط له كده ايه كريم شانتيه بقى مثلا. احنا سقيناه شربات لان احنا ما حمرناش مع الكنافه سكر بودره، واخدين بالكم معايا؟ فاحنا كده ايه خلينا الكنافه ما يبقاش طعمها من غير سكر خالص او حاجه، لا سقيناها شربات اهو.
كده كده. يعني امي الفراغات كده من الكريم شانتيه بالشكل ده. ومعانا بقى التمر او البلح، ونبتدي بقى نحطه كده ايه داير ما يدور على الكريم شانتيه. بتبقى بقى ظريفة جدا جدا جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، طعمها حلو قوي ورمضانية كده ولذيذة. لسه كمان هنحط لها صوص كراميل. كده اهو. شفتوا سهلة، مكوناتها سهلة جدا وشكلها جميل وطعمها كمان حلو قوي قوي. الواحد بيبقى فعلا بعد الفطار عايز يحلي بقى، عايز ياكل كده حاجة ايه مسكرة وجميلة. فنقوم بقى مدينها الطرط الخطير ده وبالهنا والشفا. بس طبعا يا جماعة ما تدبوهاش جامد قوي والنبي، خلوا بالكم عشان بس ايه تلاقوش نفسكم تعبتوا من ايه ان انتوا دابين اكل كتير كده. بس كده يا جماعة ده بيبقى شكل التارت. ومعانا بقى صوص كراميل هنحطه عليه كده من فوق عشان يعمل بقى طعم كمان للبلح بقى بس كده. تارت البلح بالكنافة خطير جدا جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وصفة سهلة وبسيطة وخطيرة. عندنا فاصل، احط التارت هنا كده ونرجع بعد الفاصل بقى اقول لكم انا عملت ايه. خليكم معانا. انا جيت عملنا ايه بقى النهارده يا جماعه؟ عملنا اول وصفه، وصفه سهله جدا للكبده المشويه. ناس كتير بتبقى مش عارفه ازاي تتبلها وتطلعها حلو والتسويه والكلام ده كله. عملناها سهله وتتبيله بسيطه جدا، واحلى كبده مشويه كانك خرجتي بره كلتيها في اي مطعم. فظيعه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. والوصفه الثانيه عملنا تارت البلح بالتمر والكنافه. تارت انا قلت بلح وتمر، بصوا بقى الصيام بقى وهتلاقوني بقول كلام غريب بقى، بقول كلام عجيب. تارت الكنافه بالبلح، تارت الكنافه بالبلح، واستخدمنا معاها سمنه الهانم. وصفه سهله جدا وظريفه جدا خطيره، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عايزه بس ارش كده ايه رشه بقدونس على الكبده كده. كبده بقى بصوا يعني مشويه حلو، واخده كده العلامات اللي هي متشرطه كده، شويناها بالطاسه بتاعت براند لافا، خطيره ما لزقتش الكبده، فظيعه. ونحط شوية فستق على طارت الكنافة بالبلح والكراميل كده، شوية فستق كده برضو هيخلوا شكلها فخم. أيوة بس كده خلصت الحلقة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم والوصفات عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. انا بتمنى لكم كلكم صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله، واتفرجوا عليا كل يوم على قناة النهار. باي باي.